voudrais acheter un ticket. Je fais comment? Je vais te montrer. Tu vas à la machine, tu choisis ta langue, tu choisis ton ticket, tu mets l'argent ici et tu récupères ton ticket et ta monnaie. D'accord, merci. Et tu vas où? Je vais à la gare. Pour aller à la gare, tu prends la ligne B direction Gare d'Oulin et tu changes à Jean Massé. Attention à ne pas te tromper, c'est à gauche. Et je dis ça quand? C'est dans 3 arrêts. Merci, à plus tard. À plus tard. في فرنسا تختلف طرق المواصلات المتاحة بين المدينة والريف. ففي المدن الكبيرة سيكون لديكم الخيار بين المترو والحافلات والترام. بينما بالمدن الصغيرة هنالك الحافلات والترام فقط. أما في القرى فهنالك فقط الحافلات وهي بانتظام أقل. بإمكانكم التنقل بين المدن بواسطة القطارات أو الحافلات، حيث تقطع التذاكر من الآلة أو عند السائق مباشرة حسب طريقة النقل. في المترو، الحافلة أو الترام، احرصوا على التحقق من ختم التذكرة أو بطاقة التنقل، وإلا ستجازفون بالتعرض للغرامة. في المترو، الحافلة أو الترام، قوموا بالانتباه إلى الوجهة، رقم الخط والمكان الذي تريدون النزول عنده، وذلك قبل الصعود. ولا تترددوا بالسؤال من خلال بدء المحادثة بقول بونجور اكسكوزي موا أو بونجور سيل فو بلي، والناس ستقوم بمساعدتكم.